في ملفنا الثاني نبقى في فلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن نتوجه إلى مخيم شعفاط في القدس، المخيم الذي خرج منه منفذا عمليتي إطلاق نار وطعن في الأشهر الأخيرة ويعاني الاقتحامات والإغلاقات المستمرة. هذا المخيم فريد من نوعه، فهو الوحيد الذي يقع ضمن السيطرة الإسرائيلية، يتلقى خدمات أساسية وإن كانت محدودة جدا من كل من وكالة الغوث الأممية ومن بلدية القدس الإسرائيلية. مخيم مكتظ محاط بجدار ومستوطنات وحاجز يغلق مدخله الرئيس إلى المدينة، تورط أبناؤه في عمليات قتل وجرح فيها إسرائيليون. المزيد بعد التقرير. هو مخيم اللاجئين الوحيد الخاضع للحكم الإسرائيلي، مخيم شعفاط أقامته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عام 65 على أراضي قريتي شعفاط وعناتة في القدس. هنا لجأ فلسطينيون غالبيتهم للمرة الثانية بعد أن أخلوا من مخيم في حارة الشرف أو حارة اليهود في البلدة القديمة. بعد عامين من ذلك سيطرت إسرائيل على المخيم مع بقية الشطر الشرقي من المدينة، وأخذت تزاحمه بمستوطنة بسجاد زيف أكبر المستوطنات المبنية في القدس الشرقية. ازداد الخناق على المخيم بإقامة حاجز عسكري على مدخله مع بدء الانتفاضة الثانية، ومن ثم بإقامة الجدار حوله. في مساحة صغيرة تبلغ حوالي 200 دونم يتكدس اليوم أكثر من 20,000 نسمة، أقل من نصفهم هم اللاجئون الأصليون، الباقي أتى إلى هنا لدواعي السكن والعمل، خاصة من القدس التي يواجه سكانها الفلسطينيون صعوبة في شراء واستئجار عقارات في باقي أرجاء المدينة. تراكمت الأبنية فوق بعضها في المخيم وبنيت حوله أحياء فلسطينية أخرى عشوائية، زادت المكان كثافة وتعقيدا. يتلقى المخيم خدمات الصحة والتعليم الأساسية من كل من الأونروا وبلدية القدس الإسرائيلية، ومع ذلك يعيش أوضاعا مزرية بسبب ضعف هذه الخدمات، تهالك البنية التحتية، كثافة سكانية مرتفعة، هدم منشآت بذريعة عدم الترخيص، غياب الأمن، وهي عوامل عززت بدورها تفشي العنف والجريمة من انتشار للسلاح والمخدرات وجرائم القتل والإتاوات. على صعيد الصراع السياسي تدور في كل فترة اشتباكات على حجز المخيم، كما يتعرض المخيم لاقتحامات مستمرة. عدد لا بأس به من سكان المخيم نفذوا عمليات إطلاق نار ودهس وطعن ضد إسرائيليين، كما حصل في العام الأخير عندما قتل مجند ومجندة على الحجز في عمليتين منفصلتين. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس كل من السيدة جهاد أبو زناد النائبة السابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسة مجلس إدارة المركز النسوي في مخيم شعفاط، ودكتور ديفيد كورين مدير معهد القدس للدراسات السياسية. دكتور أبدأ معك، وأنت أيضا شغلت فيما مضى مستشار الرئيس السابق لبلدية القدس نير بركات. أريد أن أعود بالزمن إلى الوراء قليلا. بالأساس إسرائيل سيطرت على المخيم وهو تحت حكمها، ومع ذلك أحطته بجدار وحاجز وعملته معاملة منفصلة، لماذا؟ بداية سلام لك وللصفين، مرحبا لك وللمشاهدين، ومع اقتراب شهر رمضان أتمنى لكم رمضان كريم لك وللمشاهدين ولمواطني القدس. مخيم اللاجئين شعفاط كان موجود قبل تشييد الجدار وحصل على الخدمات قبل بناء الجدار، ولكن بين الأعوام 2005 و2007 تم بناء جدار حول القدس خلق حالة فيها حيين، حالة عسوية بسجاد زئيب وكفر عقب إلى تخوم رام الله، كانت خارج الجدار ولكن محسوبة داخل الحيز البلدي لبلدية القدس. هذا الوضع خلق حالة صعبة لمواطنين هم سكان القدس لكنهم خارج الجدار، ومن كل نواحي جودة الخدمات التي يحصل عليها، الوضع المدني، إمكانية استصدار تراخيص بناء أو إنشاء مدارس،
المواطنون وبلدية القدس موجودون في مشكلة. من ناحية بلدية القدس هي في وضع لأنه كانت هناك الكثير من البناء الغير مرخص في المخيم ولم يبقى أي مكان لتطوير البنى التحتية. المواطنون موجودون في وضع لا يحصلون على الخدمات كما يجب. لذلك إذا ما كانت هناك مناطق في القدس الشرقية مثل بيت حنينة وشعفاط المدينة ووادي الجوز الذي نرى جودة حياة المواطنين تتحسن والعلاقة بين البلدية والحكومة من ناحية ومن والمواطنين من ناحية أخرى أفضل كثير، لكن في شعفاط الوضع صعب للغاية بالنسبة لمدينة القدس بالنسبة لبلدية القدس وأيضا بالنسبة للمواطنين. وضع المخيم صعب للغاية. دكتور، أنت تقول لي وبسبب المشاكل هناك والبناء غير مرخص، وكأنك تقول لي أن إسرائيل فضلت عوضا عن حل المشكلة غض الطرف عنها وإزاحتها من وجهها. سأعود إلى هذه النقطة سيدة جهاد. بناء على ما سبق وما قيل من أوضاع جدار وبنية تحتية صعبة وما إلى ذلك، هذا الأمر كيف أثر على تفكير أبناء المخيم؟ هم يشعرون أنهم لينتمون لماذا من ناحية جغرافية سياسية وطنية؟ يعني أولا في البداية نحن هجرنا في 48 وهجرنا في 67 ونحن اليوم نعيش الهجرة الثالثة. نحن في مخيم شعفاط، أولا ننتمي إلى فلسطين، نحن أبناء هذه المدينة الفلسطينية، نحن أبناء القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. نحن نعيش ظروف صعبة جدا لا يمكن أن نعيشها حتى الحيوانات في هذا الواقع الصعب التي إسرائيل تريد أن تحطم كل أمل بالحياة للفلسطينيين. ليس فقط جدار، أولا الحواجز، الجدار، الاقتحامات، هدم. يتكلم عن سيد ديفيد، يتكلم عن عدم إمكانية، عدم إعطاء رخص بناء. أين تعطى رخص البناء؟ هل يمكن أن تعطى رخص بناء؟ هل يمكن لمخيم شعفاط أن يعامل كباقي وتحسين الجودة كما قال في شعفاط؟ حتى أهلنا في شعفاط وبيت حنينة وحتى أهلنا في وادي الجوز، الحياة في القدس أصبحت مستحيلة. أصبحت إسرائيل تدمر كل أمل في العيش في سلام، كل أمل في العيش دون عنف. إسرائيل تريد أن ترى هذا المخيم شعفاط ممحي عن الوجود. مخيم شعفاط أصبح كبوس للإسرائيليين، ونحن في مخيم شعفاط كل يوم ذل وإهانة واقتحامات وتدمير. سيدة جهاد، فقط لنوضح الصورة أكثر، أنت تعلمين بأن هناك أيضا عوامل داخلية داخل المخيم بما يشمل مجيء أناس هم أصلا ليسوا من لاجئي هذا المخيم وبناء أحياء عشوائية أخرى مثل رأس خميس وغيرها. هذا الأمر كيف زاد الوضع تعقيدا هناك؟ نعم بالتأكيد، نحن كنا نتبع يعني كانت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين هي المسؤولة عنا، فبالتالي كان عدد الخدمات ومستوى الخدمات الذي يقدم فقط للاجئين. اليوم نحن نتكلم عن 120 ألف 130 ألف مواطن مقدسي وغير مقدسي، من خلال المجتمع شمل، من خلال التزاوج، من خلال يعني الانتقال للسكن في مخيم شعفاط، لأنه لا يستطيع أن يشتروا بيت أو يستأجروا بيت في القدس طبعا، فتحركوا وأتوا إلى القدس من القدس إلى مخيم شعفاط. وبالتالي طبعا أصبحت الحياة صعبة جدا وأثرت على كل مناحي الحياة، الاكتظاظ في البيوت، اكتظاظ في الشوارع، كل شيء، المدارس، نحن نتكلم عن مستوى مدارس، الوضع الصحي في مخيم شعفاط، الوضع الاجتماعي، الوضع البيئي، نحن نتكلم عن كوارث في موضوع النفايات في مخيم شعفاط. كنا قبل سنوات يخرج من المخيم 5 طن، اليوم نتكلم عن 20 طن على الأقل. فبالتالي كل هذه الحياة، مستويات الحياة، لا يوجد ملاعب للأطفال، لا يوجد أي مستوى للحياة. نعم دكتور ديفيد، بسبب المشاكل التي تخرج من المخيم، من بينها المشاكل الأمنية، على مدار السنوات طرحت الأفكار لإيجاد حل، وأنت من الذين نادوا بإمكانية أن ترفع البلدية يديها وتتوقف عن تقديم خدمات للمخيم وأن ينقل لسلطة أخرى، لكن هذا الأمر وصل إلى طريق مسدودة، لماذا؟ بداية الذي قالته السيدة المحترمة هو صحيح، هناك مشكلة حقيقية في استصدار تراخيص بناء في مخيم اللاجئين شعفاط، لأنه لا توجد خطط بناء يمكن بموجبها استصدار هذه التراخيص، لذلك الوضع في شعفاط أصعب من أحياء أخرى. الأمر الثاني وهي قالت هو صحيح، جزء من المواطنين في مخيم اللاجئين شعفاط هم أشخاص جاءوا من الضفة الغربية ودخلوا إلى المخيم رغم أنهم ليسوا من مواطني القدس، وهذا يزيد
الضغط على البنى التحتية. في السنوات الأخيرة بلدية القدس تحاول بواسطة الإدارات المحلية أن تعطي خدمات أكثر. المشكلة أنه بالتوازي مع جهود البلدية لإعطاء خدمات أكثر، عدد السكان يزداد، الاحتياجات تزداد، والفجوات تزداد وتتسع. الأمر الأهم الذي يجب الاستثمار به في المخيم بسبب وضع البنى التحتية المتردي، الأمر الأهم هو المجتمع والتعليم والرفاه الاجتماعي، إعطاء المواطنين حتى وإن كانت هناك صعوبات في استصدار ترخيص بناء أن يعطوا خدمات أفضل. هناك جهد من بلدية القدس، المعهد الذي أديره أنا معهد القدس للسياسات، لدينا اتصالات مع البلدية ومع الحكومة لزيادة الاستثمارات ليس فقط في القدس داخل الجدار ولكن إلى المناطق المقدسية خارج الجدار. لكن دكتور أريد أن تجيبني بعجالة على سؤالي. أيضا قبل بضع سنوات كانت هناك اقتراحات وأنت تابعتها بأن تتخلص بلدية القدس وإسرائيل من المناطق الموجودة في الجانب الآخر من الجدار من بينها مخيم شعفاط. ما الذي حدث لهذه الأطروحات وهل يمكن أن تبرز مجددا؟ لا يوجد اليوم في المنظومة الإسرائيلية اليوم أي تفكير في إعادة صياغة حدود القدس أو إخراج هذه الأحياء المقدسية من خارج الحدود الإسرائيلية. التفكير في هذه المرحلة يكمن في كيفية إعطاء خدمات أفضل في هذه الأحياء، وهذا أمر صعب لأن أعداد الناس تزداد. مشاكل الإهمال لعشرات السنوات بدأت تستعصي على البلدية ولا توجد حلول سهلة، ولكن حاليا في المنظومة الإسرائيلية كما أعرف لا يوجد أي تفكير في إخراج هذه الأحياء من نطاق بلدية القدس. بمعنى آخر سيد جهد يقول لك أن أي أفكار بأن تكون أو أن يكون المخيم ومناطق أخرى من القدس الشرقية جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة هو حلم لن يتحقق أبدا، وكانه يقول لك. نعم بالتأكيد حلم لن يتحقق، لأنه بالنسبة لنا كفلسطينيين وكأهل مخيم أولوية عندنا أن نعيش بأمن وسلام. الأولوية ليس تحسين خدمات، الأولوية عندنا أن نعيش بأمل لغدا، أن نعيش بأمل لبكرة رح نشوف مستقبل أطفالنا دون عنف دون مشاكل. نحن في نعيش في مخيم شعفاط في كابوس كبير، كابوس في النهار وبالليل، الفلتان الأمني الذي نعيشه، كل مستوى الخدمات التي تقدم هي مستوى يعني عنصرية. هناك عنصرية حقيقية في اتجاه من بلدية القدس اتجاه تقديم الخدمات، عنصرية واضحة. فبالتالي نعم هي التي ارتكبت هذا الخطأ، وهي التي سمحت لهذه الأبنية أن تنشأ وقامت بهدمها، وهي التي جعلت المواطن الفلسطيني والمقدسي يتجه إلى البناء غير المرخص. صحيح. لأنها لا تعطي خدمات. سيدي جهد ناقشنا هنا النقطة، لكن ما أريد أن أفهم منك ما الذي تريدينه أو ما الذي يريده أبناء المخيم؟ هل أن تنفصل إسرائيل عنهم وأن ينضموا لعنات وباقي المناطق من محسوبة ضمن الضفة الغربية، أم يريدون أن يكونوا جزءا من القدس وإسرائيل علما أن الوضع معقد والكثير من أبناء المخيم حياتهم أرزاقهم متصلة بإسرائيل؟ يعني أولا أنا لست المخول أن أتحدث عن أهل مخيمي، لكن أريد أن أقول لك أننا فلسطينيين. رأيك الشخصي كمحللة أو كناشطة سياسية؟ نعم أنا فلسطينية الهوية وأنا أعيش في القدس، والقدس لنا، القدس هي لنا، القدس الشرقية هي عاصمة دولة إسرائيل، هذه في كل المنظمات في كل المواثيق الدولية. فبالتالي أنا تقصدين فلسطين؟ لا يستطيع أحد أن يحرمني من حقي أن أعيش في القدس. أنا موجودة في القدس، أبقى بالقدس، ولا أتنازل عن حقي في القدس. فبالتالي نعم الطروحات التي تطرح يعني أنا لا أعرف ولست الآن موجودة عشان أحلل سياسيا، أنا موجودة عشان أحلل اجتماعيا ونفسيا. أنا كرائدة في العمل النسوي، أنا كمقدسية أقدم خدمات للنساء، لو سمحت أقدم خدمات صحيح. للنساء، مستوى الفقر الذي يعيشه النساء، الجرائم، الوضع النفسي الذي تعيشه النساء والأطفال في المخيم أصبح لا يطاق. طب هل لمستي تحسن؟ كان الدكتور ديفيد يتحدث عن محاولات وإن كانت بسيطة، هل لمستي هذا الشيء في المخيم؟ نعم لا هذا غير صحيح. حتى في سبيل على سبيل المثال أريد أن أكلمك في شيء بسيط، عندما تخرج من المخيم بعد ساعة من الزل على الحاجز تقطع الرمزور، أتعرف أن الإشارة الضوئية حتى أنه الإشارة الضوئية، هل تعرف أن هذه الإشارة الضوئية تفتح لمخيم شعفاط أقل من الثواني؟ وتفتح للمستوطنين وتفتح لكل من يريد أن يتجه إلى بسجات زئب في درجات أكثر؟ نعم هل تعرف أن كل
كل حياتنا فيها إرهاب حقيقي. فبالتالي نحن نتكلم عن المدارس، على مستوى المدارس نتكلم عن كل شيء. الحياة في مخيم شعفات ليس مجرد تمثيل. أريد جملة سريعة من دكتور ديفيد. دكتور ديفيد، في الآونة الأخيرة لاحظنا عمليات ارتكبها أبناء المخيم. الآن كيف يمكن أن تعالج إسرائيل هذا الأمر؟ بداية أنا أعتقد أنه في السنوات الأخيرة أكثر من الماضي هناك مشاريع بنى تحتية، تعبيد شوارع، إعطاء خدمات، زيادة ميزانيات. هناك مناطق في المخيم عثرت عليها البلدية وتريد تشييد مراكز تعليمية بالقرب من المخيم وفي رأس خميس لإنشاء مدارس جديدة وإعطاء خدمات أفضل للمواطنين. هناك أمور إجراءات تتم من أجل زيادة الميزانيات والاستثمار في مشاريع وإنشاء كما قلت مجمع تعليمي. للأسف هذه الأمور تأتي بعد سنوات طويلة لم تكن الخدمات كافية. هناك رغبة في تحسين هذه الخدمات، ومن معرفتي أعتقد أن بعض هذه المشاريع انطلقت. التحدي الأكبر في نهاية المطاف هو خلق وضع يكون فيه في القدس الشرقية وفي القدس الغربية في الأحياء داخل الجدار وخارج الجدار يهود ومسيحيون ومسلمون يعيشون بكرامة. هذا الجهد الذي يجب أن نسعى إليه. لست مسؤول عن الحلول السياسية، أنا مسؤول، أنا أدير مشاريع لتحسين ظروف الناس في محيط القدس. ولا شك بعد سنوات من الجدار هناك وضع فيه فجوات بين الأحياء خارج وداخل الجدار فيما يتعلق بجودة حياة الناس. نعم، كان بودي أن أسأل المزيد لكن للأسف الوقت ضيق جدا. أشكركم دكتور ديفيد كورن المدير معهد القدس للدراسات السياسية، وسيدة جهاد أبو زناد النائب السابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسة مجلس إدارة المركز النسوي في مخيم شعفاط. كنتما معي كلاكما من القدس. شكرا جزيلا لكما.